حد ذاكر حاجة مع الشرط؟ يعني بصوا يا شباب دلوقتي انتوا كلكم مسجلين ال URS وال Reproductive وال CNS ولا في ناس مسجله موديول معينه؟ يعني انتوا كل اللي قاعد مسجل الثلاث موديولات صح؟ مش مسجله ال URS في الاخر؟ URS انا مش مسجله. انت مسجله ايه؟ CNS و Reproductive. طب ما انا بس اهو يعني كل اللي قاعد مسجل ثلاثه ولا مسجل؟ اه لا اثنين. طيب لا ال URS للاسف في الاول اصلا هقول لك تطلعي تعالي كمان خمس دقايق اقعدي اسمعي اي حاجه. طيب بصي يا شباب دلوقتي احنا عندنا اول حاجه اللي هو اليو ار اس هيبقى عندنا ضغطتين بس في المايك. اوكي اليو ار اس كده كده سهل اصلا يعني ما فيهوش ديتيلز كتير. مالكوا يا حبايبي مبسوطين كده ليه؟ لا انا بجد ما بحبش الانتربشن يعني هو العدد اصلا مش مستحيل. طيب النوتس اللي انا هقول لكم عليها عايزاكم تكتبوها في كل واحد طلع بس كده نوت وقلم ويكتب يعني عشان دي حاجات هتفيدكم بعد كده وتسهل عليكم المذاكره. طيب اول حاجه عندي انتوا عارفين ان الامتحان هيبقى فيه شورت اساي عشان هيبقى ان انتوا هتكتبوا مش هيبقى فيه طب ما تطلع ولا انت ما تسمعش وانت بتطلع ورقه لو جالك سؤال ولا اثنين كومبليت مش هيبقى الكل كده يعني مثلا ممكن يعني موست بروبلي لازم هسالك تو ايدنتيفاي فمفيش حاجه اسمها السلايد انا مش عارف ايه دي هقول لك ايه السلكتيف كولت ميديا بتاعتها هسالك ايه السلكتيف ستين بتاعتها هسالك الديزيز اللي هي بتعملها هسالك الايفكت بتاعها في البايوكيميكال رياكشن الحاجات دي الديتيلز دي انت تحفظها انا مش هجيب لك سؤال كومبليت واقول لك لا والله دي بتعمل ايه في الجلوكوز لكن في اللاكتوز لا مش هتبقى كده هجيب لك وانت تكتب الديتيلز بالظبط عشان يعني هو اصلا الكومنت بيبقى كلمه فانا هجيب لك كومبليت ايه فاهم قصدي. طيب اول حاجه عندي ده استيرايل كونتينر ونحط خط تحت كلمه استيرايل ان هو مش كلين طالما قلت استيرايل يبقى انا بحط فيه ايه يورين تمام يورين ما تقولش يورين عشان هي يو ار اس بس لو انا هحط سبيوتم او ستول بيبقى كفايه ان الكونتينر يكون كلين مش لازم يكون استيرايل. طيب انا لو هاخد يورين سامبل من بيشنت ايه الكرايتيريا اللي المفروض انها تبقى موجوده؟ ميد ستريم. اكسلنت ان هو يكون ميد ستريم بالظبط. يعني ايه ميد ستريم؟ يعني شويه اللي في النص مش عايزه شويه اللي في الاول ولا شويه اللي في الاخر ويفضل طبعا انها تكون مورنينج سامبل. حد عنده اي سؤال؟ طيب ده اسمه ايه؟ اجار. انا عارفه ان اسمه اجار. اسمه ايه بقى؟ اسمه كلاد. اسمه كلاد اجار. طيب هيجي لك هتسال هقول لك يعني تايدنتيفاي الاجار بس برضو لازم تقولي الايفكت يعني مثلا ده ايه الايفكت اللي عليه هل هنا حصل فيرمنتيشن اور نوت؟ ما حصلش فيرمنتيشن. حصل فيرمنتيشن اور نوت؟ حصل.
اول اورجانيزم عندي الاستافيلوكوكس سابروفاتيكس. يعني الاستاف كده كده يا شباب، يعني الاستاف دي اللي هي ايه؟ اللي هي البكتيريا العنقوديه. يعني ايه عنقوديه؟ يعني شبه ايه؟ عنقود العلم. كده كده هي جرام بوزيتيف. كيف انت عمرك ما هتمست دي ايه؟ استافيلوكوكاي جرام بوزيتيف كوكاي، ما فيش فيها اي، يعني مفيش فيها اي لخبطه. يعني انت لو شفت سلايد تانية جنبها، لا يعني انت عارف ان دي استافيلوكوكاي، صح ولا لا؟ صح. طيب حد فاكر الكاتاليز والكواجوليز؟ كواجوليز يعني ايه يا شباب؟ كواجوليشن. تمام. فبعض البكتيريات بيكون عندها الكواجوليز انزيم. الكواجوليز انزيم ده بيعمل ايه؟ بيحول الفايبرينوجين لفايبرين علشان يعمل ايه؟ ترومبوي. بالظبط، بلاطات. هل الاستاف كواجوليز بوزيتيف او نيجاتيف؟ استاف اوريس بوزيتيف. استاف اوريس بوزيتيف. تقول ايه؟ اوريس بوزيتيف. سابروفيتيكس نيجاتيف. تمام يا شباب، زي ما زميلتكم قالت السافروفاتيكس بالظبط كده نيجاتيف. تمام، مش عايزين ايه لخبطه فيها. طيب ممكن اقول لك واي الستاف اورياس از بوزيتيف اور نيجاتيف؟ الاورياس بوزيتيف في الاثنين، في الكاتاليز وفي الكواجوليز. السافروفاتيكس كاتاليز بوزيتيف، كواجوليز نيجاتيف. اوكي. طيب بصوا يا شباب، احنا عندنا البلود اجار، يعني انا براجع معاكم ايه بي. لما كنا بنقول ان في بيتا هيموليسيس يعني ايه؟ كومبليت هيموليسيس. والالفا بارشل. والجاما نون. تمام، اكسلنت. السابروفاتيكس هتعمل لي ايه؟ يعني بصوا قول لي يا شباب، بصوا قولوا لي. تمام، جاما نون هيمولاتيك كولونيز. يبقى انا هاجي اسالك في الستاف السابروفاتيكس، هسالك اول حاجه هي كواجوليز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ وكاتاليز والافكت على البلاد اجار نون هيمولاتيك كولونيز. ولو قلت لي جاما هيمولاتيك برده مفيش مشكله. نيجي بقى على السؤال ده، مهم جدا. النوفوبايسين. النوفوبايسين ده انتي بايوتيك، والانتي بايوتيك في بعض الاورجانيزمز بتكون سنسيتيف ليه، والبعض الثاني بيكون ايه؟ ريزيستنت. انا عشان افرق بين السابروفاتيكس وبين الابيدرميدس، الستاف ابيدرميدس، الابيدرميدس بتكون نوفوبايوسين سنسيتيف. اوكي، الابيدرميدس ايه؟ نوفوبايوسين ايه؟ سنسيتيف. لكن السابروفاتيكس نوفوبايوسين يعني ايه؟ برضو سنسيتيف. ويعني ايه ريزيستنس؟ ان السنسيتيف زي ما انتم شايفين كده في هول كده هنا ما حصلش فيها جراف. ليه؟ علشان ده مضاد حيوي محطوط. فهل هيحصل جراف حواليه؟ لا. يبقى هنفرقها ازاي؟ اشوف هنا في هول، طالما في هول يبقى اللي حواليه ميت، مفيش هنا جراف، تبقى دي سنسيتيف او ريزيستنت. لكن السابروفاتيكس شايفين مش هامنها اي حاجه، في جراف، يبقى دي سنسيتيف او ريزيستنت. تاني اورجانيزم عندي الانتيروكوكاي. حد هيجي يقول لي طب ما هو الانتيروكوكاي ليه يعني شبه الاستاف، يعني ازاي افرقه من الارينجمنت؟ انت هتلاقي الاستاف كده كلهم جروبس مع بعض. الانتيروكوكاي مينلي هتلاقيها عامله زي ايه؟ تشينز، وشورت تشينز، يعني مش بتبقى طويله زي الستريت. اوكي، لكن برضو هي جرام بوزيتيف كوكاي. طيب كاتاليز بوزيتيف اور نيجاتيف؟ ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه ليتمس ميلك. ايه الايفكت بتاع الانتيروكوكاي على الليتمس ميلك؟ انها بتعمل له بليتشنج. يعني ايه بليتشنج؟ تبييض. بالظبط، بتحول لونه من اللون الموف او البيربل للوايت كلر. الانتيروكوكاي على البلد، اوكي، نفس القصه بتاعت ايه؟ مين اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي ما بتعملش نون هيمولاتيك كولونيز؟ تمام، يعني هتعملي ايه؟ جاما هيمولاسيس. اوكي، طيب انا بقى
يعني دي طبعا ايه صور يعني لا يعني عارفين المكونكي؟ حد شاف المكونكي قبل كده؟ اوكي لونه بيكون ايه بالظبط. انا لما بيحصل فيرمنتيشن للشوجر البي اتش بتتغير، فبالتالي اللون بتاعه هيتغير ولا لا؟ هيتغير. الانتيروكوكاي بتعمل لي ايه؟ لاكتوز فيرمنتيشن. اوكي طيب دي يا جماعه الكلاد اجار، ولونه الكلاد بيبقى لونه بلو. لو لقيت الكلاد جاي لك كده لونه اصفر يبقى هنا حصل فيرمنتيشن ولا لا؟ لكن هنا عندي المكونكي لونه بينك زي ما هو، يبقى حصل فيرمنتيشن ولا لا؟ لا. حد متلخبط؟ طب ايه الفرق ما بين الكلاد والمكونكي؟ ده اجار وده اجار تاني. لا يعني مش هما الاثنين، يعني هو الاثنين فيهم كده. قول بالراحه. ايه يعني مكوناته مش علينا خالص؟ لا انا مش هسالك في مكونات، انا هسالك في افكت عشان ما تذاكرش ديتيلز كتير. انا مش هسال فيه. قولي حضرتك، حضرتك قلت لي ان اللاكتوز ان المكونكي اللون الاساسي ريد صح؟ لما بيبقى لاكتوز فيرمنتنج بيبقى بينك. لا لما بيبقى لاكتوز فيرمنتنج بيحاول كده اللون يلو شويه. طب هو قال اللاكتوز فيرمنتنج ما فيش يلو. لا سوري انا اتلخبطت بين الاكوار. لما بيتحول اللون يلو شويه اللي هو الكلاد يبقى حصل لاكتوز فيرمنتنج، لكن لو حصل في المكونكي هو المكونكي لونه بيبقى سيمون شويه مش بينك. اوكي لكن لو ما حصلش اوكي هيفضل اللون بتاعه ايه اليلوش او السيمون ده. دكتور يعني هو كده المكونكي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا كده المكونكي بوزيتيف. يعني كده المكونكي هو المكونكي لونه بصوا يا شباب يعني شويه سيمون مش البينك اللي هو اورنج فاتح. مش هناقشك انت في الالوان. طيب بصوا يا شباب في سؤال انا عايزاكم تعرفوه، حاجه مهمه قوي. امتى اقدر اقول ان انا عندي بكتيريوريا؟ يعني ايه بكتيريوريا؟ بكتيريا في اليورين. اكسلنت. امتى اقدر اقول ان انا عندي سيجنيفيكانت بكتيريوريا؟ لا اي عدد كده؟ عدد فوق. عدد فوق كام؟ ده سؤال مهم نص طبي هيجي لك في الامتحان. يعني ايه سيجنيفيكانت بكتيريوريا؟ يعني بيبقى عندي البكتيريا الكاونت في فريش يورين سامبل اكتر من 100,000 بير مليون. يبقى البكتيريا الكاونت بيكون كام؟ يعني 10^5 اكتر من 100,000. ده سؤال مهم. حد مش فاهم او حد مش شايف؟ قاعدين ورا كلكم شايفين. ايه يا دكتور يعني ايه سيجنيفيكانت بكتيريوري؟ ايه انا مش فاهم. انت مش فاهم ولا مش سامع ولا مش شايف؟ لا انا مش فاهم. طيب يعني ايه بكتيريوريا؟ قول لي. بكتيريا ايه؟ تمام. امتى اقدر اقول ان ده الشخص ده عنده سيجنيفيكانت بكتيريوريا؟ يعني 100% عنده يورينري تراكت انفكشن. بالظبط كده. دي بسميها ايه؟ significant bacteriuria. تمام؟ يبقى العدد قد ايه؟ 100,000 يعني 10^10 كام؟ 5 اكتر من 100,000 بير ملي. تمام كده يا شباب؟ حد عنده اي سؤال في النقطة دي؟ ناخد ثالث اورجانيزم عندي اللي هو البروتيز. البروتيست انا لو جبت لك سلايد من دي هقول لك اول حاجه ان انت تايدنتيفاي انت شايف الشكل اللي قدامك جرام بوزيتيف اور نيجاتيف؟ كوكاي اور باسيلاي؟ تمام. ناخد اول حاجه في البايوكيميكال رياكشن التريبل شوجر ايرن. هي في التريبل شوجر ايرن ما بتعملش لاكتوز فيرمنتيشن، لكن طالما اللون اتحول لاسود كده يبقى انا ايه اللي حصل لي؟ حصل برودكشن للهيدروجين سلفايد. عندي ايه؟ اسيد برودكشن. اوكي يبقى هي لاكتوز فيرمنتنج اور نوت؟ في برودكشن الاسيد اور نوت؟ يبقى لو قلت لك الايفكت بتاعها على تريبل شوجر ايرن هتقول لي ايه؟ لاكتوز فيرمنتنج. ايوه بالظبط كده. تاني ايفكت تاني بايوكيميكال رياكشن عندي الاندول. انت شايف ان ده فيه هنا اندول رينج ولا لا؟ اندول.
الاندول رينج يا شباب اللي هي بتبقى رينج كده لونها احمر، فهي كده عندي اندول بوزيتيف ونيجاتيف. تمام كله شايف؟ حد مش فاهم؟ الدكتور اللي بيلعب في موبايل ورا لو مش عايز تحضر ما باخدش اتندنس، شايف ولا لا؟ انا قلت ايه بقى؟ نعم؟ اه بتجيبها منين؟ ماشي تمام. الستريس يا شباب في العادي بيبقى لونه لون الليمون الاخضر كده شويه، لو اللون اتحول لبلو بنقول ان هو بوزيتيف اور نيجاتيف. وانا عندي هنا دي بوزيتيف اور نيجاتيف. الموتيليتي اندول ماشي. طيب ثالث حاجه رابع حاجه عندي اليورييز يا شباب. يعني ايه يورييز؟ البريك داون اليوريا للامونيا. امونيا بالظبط كده، ده انزيم بعد البكتيريا بيكون عندها اليورييز انزيم ده، والبعض الثاني مش بيكون عنده. الطبيعي ان اللون بيكون ايه؟ بيكون لونه يلو بالظبط كده. لكن لو اتحول، لو انا حطيت فيه سامبل والبكتيريا دي عندها يورييز انزيم، ساعتها البي اتش بتتغير، فاليوم بيتحول لايه؟ بينك يا منى. تمام كده يا شباب. يبقى اول حاجه عندي في الكروت جرام بس، جرام بوزيتيف اور نيجاتيف يا دكتور يا تيمسن. ايوه البروتياز جرام بوزيتيف اور نيجاتيف؟ انت بتقول كوكاي اور باسيلاي؟ الايفكت بتاع اليورييز تريبل شوجر اير عشان بيقرا. طيب بص يا شباب البروتياز عندها حاجه مميزه جدا، ان انا لما بحطها على النيوتريانت اجار بتعمل حاجه اسمها سوورمينج. يعني ايه سوورمينج؟ حركه مطيره. عارف لما بتجيب زلطه ماشي؟ ايه الشطاره دي؟ تعالي شوفي المطيره. انت لما بتجيب زلطه بترميها في الميه تفضل تعمل دوامات كده اوكي، تفضل تكبر. هي دي نفس الحركه او نفس الايفكت بتاع البروتياز. تمام؟ يبقى الدكتور دي اسمها ايه؟ طيب ده يا شباب اخيرا لقينا مكونكي لونه سليمون. هو ده بقى السليمون اوكي. هنا دي لاكتوز فيرمنتنج اور نوت؟ لا. ليه؟ عشان لونه زي ما هو. تمام. طيب وعلى الكلاب برضه لا لاكتوز؟ ليه؟ نفس في اللاكتوز بيبقى لونه ايه؟ طيب يلو صح؟ نعم؟ في المكونكي؟ لا ما قلنا بلونه بيبقى اصفر. تمام؟ اوريك واحدة تانية طيب بسرعة؟ اهو يا شباب ده اللاكتوز فيرمنتيشن. ماشي؟ اوكي؟ احنا كده خلصنا الكودز وكده خلصنا اليو ار اس. لو في حد بقى مش مسجل حاجه ثانيه ينفع عشان عدد يقل هو ده اليورياز. ال H2S هو ده اليورياز؟ لا ده الهيدروجين سلفايد. لما بعض البكتيريا بتعمل اسيد برودكشن مع الفيرمنتيشن السوبر طلع لي هيدروجين سلفايد، يعني جاز اللون بيتحول شويه بلاك كده اسود. اوكي
طيب شباب ممكن بقى نركز في سي ان اس ماشي عشان ده اللي كله عنده مشكله فيه. وانت بتعمل ايه؟ ايه؟ وريني الموبايل ده كده. ده الموبايل انا دوت. انت بتسجل ليه؟ عشان انا ما بنسى. مش شايف اصلا. إيه طب ما انا ما استأذنتنيش ليه؟ انا طرحت نفسي عشان اسمع بقى. لا انا السؤال ده اتسال ومرسلة دفعة سالتني وانا قلت لها لا مش عايزه فيديو صح ولا لا؟ انا ما اعرفش. طب يعني ما تعرفش يبقى تستأذن. طيب امسحها يا دكتور. امسحها يا دكتور على رغبة الدكتور. طيب نيجي يا شباب للسي ان اس. اشهر حاجه عندنا او اشهر ديزيز عندك في السي ان اس المينجايتس. في عندنا بكتيريال مينجايتس وفي عندنا فايرال مينجايتس. انت علشان شاكك ان عيان عنده سي ان اس انفكشن ايه اشهر حاجه بتعملها؟ ايه اشهر اكزامينشن بتعمله؟ لا اسمه سي اس اف اناليسيس سيريبرو سباينال فلويد اناليسيس. بنعمله ازاي؟ باللمبر بانكتشر نيدل ما بين ال 4 وال 5. اوكي ده سؤال ما بين ال 4 وما بين ال 5. تمام يا شباب. يبقى انا باخد العينه بايه؟ باللمبر بانكتشر نيدل. والبوزيشن بتاعها بيبقى ما بين كام لكام؟ دكتور كما متعرف كان تاني ال 3 ال 4 وال 4 وال 5. اه لا خليكي بس في ال 4 وال 5. ليه ما ينفعش فوق وليه ما ينفعش تحت؟ علشان فوق علشان السباين الكوارد. اللي عايز يقول يرفع ايده قول يا ابو زعبوط. ما ينفعش فوق عشان السباين الكوارد عند ال2 وما ينفعش تحت عشان مش هيبقى فيه سي اس اف تحت خالص. مش هيبقى فيه سبيس. ما هو انت هتنزل تحت مش هيبقى فيه سبيس تخش فيه اصلا عشان الكوكسس. لو طلعنا فوق ممكن يعمل لك كومبليكيشن كبيره جدا تخبط في السباين الكوارد فتعمل عندها ايه باراليز. بس اتقال ما بين ال3 وال4 كمان تمام. لا يا والله ما بتعرفش بجد عندي the most accurate the most accurate position the best position, ما بين ال4 لل5 ماشي. عايزين تلخبطوا نفسكم عادي ما فيش مشكله يعني تسقطي من المذاكره ماشي يا شباب. اول اورجانيزم عندي الستريبتوكوكس نيمونيا. اوكي يعني حد بقى يعمل لي كده ديسكريبشن. حد شاطر يعمل لي ديسكريبشن. جرام بوزيتيف. اوكي ليه ما قلتليش نيجاتيف؟ انا فايت ايه عشان كده انا بقول لك انت شايف ايه في الصوره خليك تقول انها جرام بوزيتيف مش نيجاتيف. تمام. اللي هما دول يا شباب اللي هما الصغننين دول ما حدش يجي على دي ويروح قايل لي ما هي جرام نيجاتيف اهي ما هي لونها بينك. تمام. لا دي بوزيتيف انا بتكلم على دول هي جرام بوزيتيف دي جلوكوكاي. انا ممكن اسالك على الديسكريبشن بتاعها لازم انت تبقى عارف. جرام بوزيتيف دي جلوكوكاي يعني ايه؟ ديفلو يعني دبل دايرتين كده صغننين ايه ماشيين مع بعض. تمام كده يا شباب. البينك دي بوستلز ده بلاد اجار. ايه الايفكت بتاعها على البلاد اجار؟ الفا قلنا يعني ايه؟ شكرا. ايه اشهر ديزيزز الستريبتوكوكس بنوميني بتعملها؟ نيمونيا. تمام. مينينجايتس وكمان ممكن تديفلوب برين ابسس. تمام. كاتاليز بوزيتيف اور نيجاتيف؟ طيب ده فاكرين النوفو بايسين ده شبهه كده بس اسمه ايه؟ اوبتوكين. برضو انتي بايوتيك. لو قلنا انها ريزيستنت هيحصل جروث ولا لا؟ الستريبتوكوكس نيومونيا. مش هطلب منك الشرح بتاعه بس انا عايزاك تعرف اسم ده
اوكي وده البايوكيميكال رياكشن بتاعنا. طب انا المفروض اقول ايه بقى الكومنت بتاعي هنا؟ اسم التست بس. اسم التست مش عشان انا لو جبت لك اللايسز ما انا ايه ما الباي سوليبل تمام الباي سوليبلتي تيست وتقول انها باي سوليبل تمام كده. بس انا لو جبت التو تيوبس هل هو هيبقى شايف الباور بوينت حسب لايسنس اوف نص ولا بس بيكتب الايفكت؟ ما نشوفش اي حاجه دكتور. نعم. الباي سوليبل اتفتح ولا نعمل الفاكر. بس بص يعني انت اعرف ان ستريبتوكوكوس نيموني باي سوليبل تمام. بص هي اوبتوسين كانت ريزيستنت ولا سنسيتيف؟ الاوبتوسين اللي هي الاوبتوكين. ايوه سنسيتيف. ما حصلش ثانيه بس مش هو الاوبتوسين ده عباره عن ايه؟ قول على الاوبتوكين ده عباره عن ايه؟ ايه الاوبتوكين ده ايه اصلا؟ مضاد حيوي. مضاد حيوي تمام. يعني هي لو لو حصل جروث حواليها يبقى ايه؟ لو حصل جروث حواليها يبقى هي كده ريزيستنت. لكن لو ما حصلش جروث حواليها يبقى سنسيتيف ولا لا؟ سنسيتيف. الستريبت كوكوس نيموني او بروتين سنسيتيف تمام. تمام دكتور. يلا يا شباب قول يا حبيبي. دكتور في اللي هي النوفو بايوسين السنسيتيف بيبقى فيه جروث صح؟ لا يا جماعه مضاد حيوي. يا جماعه مضاد حيوي بيأثر على البكتيريا يبقى لما احطه هتكبر ولا لا؟ يبقى لو هي سنسيتيف هتكبر ولا لا؟ هتموت حواليه. لكن لو ريزيستنت هتكبر حواليه. هتكبر حواليه النوفو بايوسين الابيدرميتس كانت بتكبر حواليه ولا لا؟ لا لا سنسيتيف. يبقى كده سنسيتيف. لكن السابروفيت بالدوره لكن السابروفيتكس برضه سنسيتيف ما بتكبرش حواليه. انت شفتيها سنسيتيف؟ لا السابروفيتك كانت بتكبر حواليه ريزيستنس نوفو بايسين ريزيستنس. ماشي. حد عنده اي سؤال؟ طيب نيجي على الكابسولر سويلنج تيست. بصوا يا شباب الكابسولر سويلنج تيست ده الايديا بتاعته ان انت بتجيب انتي سيروم. يعني ايه؟ يعني بتجيب سيروم فيه انتي بوديز اوكي وبتحط عليه السامبل. والله لو حصل سويلنج كده زي ما انتم شايفين اوكي لو حصل يعني رياكشن ما بين الاثنين يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كده ايه؟ ستريبتوكوكس نيموني بوزيتيف. يبقى دي كده ستريبتوكوكس نيموني تمام لان انا حطيت انتي بودي فالاثنين عملوا ايه؟ سويلنج للكبسول. ده اسمه ايه؟ كابسولر سويلنج تيست. طيب نيجي على تاني اورجانيزم معايا النيسيريا مينجيتيدس. انتوا شايفين دي جرام بوزيتيف ونيجاتيف وبرده دي جلوكوكاي وممكن نقول انها كيدني شيب. يعني دي برده كانت من ضمن الكرايتيريا بتاعتها انها كيدني شيب. نيسيريا مينجيتيدس اشهر حاجه تعملها ايه؟ تمام. طيب الايفكت بتاعها على الشوكليت اجار انها تعمل لي جريش وايت كولونيز على الشوكليت اجار. تمام يا شباب. طيب نيجي بقى على الفيرمنتيشن. هل هي هتعمل لي جلوكوز فيرمنتيشن؟ يس هتعمل فيرمنتيشن فيرمنت الجلوكوز والمالتوز لكن مش هتعمل فيرمنتيشن لايه؟ للسكروز. تمام. اوكسيديز بوزيتيف تمام كده. الشركه بتعمل ايه على الشوكليت اجار اللي في تحتها؟ جريش وايت كولوني. دكتور ممكن تعيدي الشوكرز اللي هي مين فيرمنتيشن؟ الاصفر حصل فيه فيرمنتيشن البينك ما حصلش فيه فيرمنتيشن. قولي لي انت بقى. يبقى جلوكوز ومالتوز فيرمنتيشن سكروز نوت فيرمنتيشن. تمام تمام دكتور شكرا. طيب بصي يا شباب مين السلكتيف ميديا للنيسيريا؟ الثاير مارتن. ده سؤال. الثاير مارتن هي السلكتيف كلتشر ميديا فور نيسيريا تمام كده. تمام يا شباب. حد عنده اي سؤال تقول لي اسالني. تمام كده. طيب نيجي على الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. يعني بصوا يعني هي الصوره اصلا يعني ما فيش اي حاجه شبهها خالص. فدي السلايد لو جات لك لو جينا عملنا لها ايدنتيفيكيشن اوكي هتبقى ايه؟ جرام بوزيتيف ونيجاتيف. دي بقى كوكو باسيلوي. يعني ايه كوكو باسيلوي؟
حاجه ما بين الكوكس والبصلايه. تمام، ما بين. اوكي، يبقى مطلوب منك ان انت تعرف الديسكريبشن بتاعتها ان هي جرام نيجاتيف كوكو باسيلون. تمام يا شباب، ممكن حد يقول لي ده ايه؟ تمام، حد يجي يقول لي بلاد اجار، ده شوكليت اجار. تمام كده، عشان هي مش بتكبر، ما بيحصلش براس الهيمافيلس انفلونزا، ما بتعملش براس على البلاد اجار، بس على الشوكليت. تمام، الاي كولاري جرام بوزيتيف والنيجاتيف، والشكل بتاعها ايه؟ عشان قريته ولا عشان شايفين؟ حد مش شايف؟ ايه؟ سيو سيو ايه يا شباب؟ ما اتكلمون؟ دي جرام بوزيتيف او نيجاتيف؟ يا دكتور؟ ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي الشوكولاتة؟ طيب جرام بوزيتيف او نيجاتيف؟ عشان انت بسيط ولا عشان انت عارف؟ عشان شفت ايه؟ بصوا يا شباب، هي الاي كولاي مش معاكم، يعني مش هتتسالوا فيها مبدئيا يعني. اوكي، نيجي على السودومونس. الاي كولاي مش هتيجي، انا هلغيها لكم من الباوربوينت. تمام، فين اثنين؟ ما جاتش اصلا. طيب يعني كنت هقولها هبعتولها بس مش طيب، نيجي على السودومونس اريجينوزا. اوكي، حد بقى يقول لي الديسكريبشن. اه يعني الافكت مثلا هنا على نيوتريانت اجار عملت لي ايه؟ نيوتريانت اجار اكسو بيجمنت. عشان قريتي ولا عشان عارفه؟ لا، عشان منتشر. الاكسو بيجمنت هنا لونها ايه؟ جرين. ايه ده؟ صباح الخير. ايه ده؟ لا خلاص، عشان موصوف. طيب شباب، ده نيوتريانت اجار حطيت عليه سودوموناس. سودوموناس بتطلع حاجه اسمها جرين اكزو بيجمنت. النيوتريانت اجار ده لونه بيبقى بيج عادي، يعني بيبقى ملهوش لون، بيبقى نيوتريانت كده لونه بيج، فده لونه ايه؟ اخضر، عشان هي بتتميز انها بتطلع لون صبغه معين او لون معين، يبقى لونه ايه؟ جرين. ماشي يا شباب؟ طيب ده اسمه ايه؟ احنا عمالين نقوله من الاول، ده اسمه ماكونكي اجار. اوكي، هنا حصل لاكتوز فيرمنتيشن ولا لا؟ طيب هو نان لاكتوز فيرمنتيشن، طبعا المفروض الصوره تبقى احسن من كده شويه، بس يعني دي الايفكت بتاع سودوموناس ان نان لاكتوز فيرمنتيشن. واي سيز اوكسيديز؟ طب دكتور، في جزء بينك. نعم، في جزء بينك. ما هو يعني هجيب لك صوره اوضح من دي شويه. هو النون لاكتوز فيرم، حتى لو بيت واضحه جدا، النون لاكتوز فيرم يعني كرونيز، بتبقى كومي عليها من الكولوني، مستعمرات بتاعه البكتيريا الخطوط دي حواليها جون عامله. طيب نيجي بقى على البايوكيميكال رياكشنز بتاعتها. بصوا، احلى حاجه في السودوموناس ان كل حاجه فيها بتكون نيجاتيف ما عدا ده ايه؟ الازرق ده ايه؟ ده ستريت. الستريت في العادي لونه بيكون ايه؟ لون الليمون الاخضر. تمام، لو اللون يتحول لبلو يبقى هي عندها ستريت اور نوت. تمام كده، يبقى كده ستريت بوزيتيف. نيجي نبص على تريبل شوجر ايرون. ده لون تريبل شوجر ايرون سائل، لونه احمر كده. هل انت شايف ان في اي درجه لون اتغيرت في البط او في الاسلام؟ هل في لون اسود؟ هل هي كده بتعملي فيرمنتيشن للسكر؟ طب هل بتعملي برودكشن للاسيد؟ لا. طيب نيجي على ثاني واحد، شايف اندور رينج؟ يبقى اندور بوزيتيف اور نيجاتيف؟ طيب نيجي على اخر واحد، اليوريز. هل اتحول لون بينك؟ يبقى كده في تي اتش اتغيرت، يبقى عندها يوريز. يبقى ايه؟ نيجاتيف 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 ما عدا والاوكسيديز بوزيتيف. بقى دكتور، عن ايه بي ار؟ ايه؟ شكل رياكشن؟ بي ار؟ بايوكيميكال رياكشن. بي ايه؟ بي ار يعني؟ بي ار البايوكيميكال رياكشن.
في الموتيل اندول تيست الموتيل اللي كنا بنحكم عليها بايه؟ كان في كده خط تالي في النص بيظهر او بيظهرش ولا لا؟ كان في اندولينج كده بتطلع ماشي لما تلاقي الدايره الحمراء دي اعرف. ما انا عارف دي بتاعت الاندول، انا عاوز على الموتيل بقى. لا ما نعملها يا دكتور، يعني الاندول ملوش دعوه بالموتيل؟ لا طبعا لا ليه يعني، بس ايه يعني ما تلخبطش نفسك. انا هسالك ايز الاندول بوزيتيف اور نيجاتيف؟ مش ايز موتيل ولا لا؟ ما هي الموتيل اند الاندول نيجاتيف، اصل مكتوب موتيل ونيجاتيف، فعشان كده انا مش هسالك على الديتا، هسالك في الاندول بوزيتيف اور نيجاتيف. ممكن تسال عليها في الديسكربشن، يعني في الديسكربشن تبقى عارف، بس لكن مش هجيب لك سلايد. ايه يا حبايبي في ايه؟ انتوا بتربوا كتير ليه وقاعدين قدام؟ يعني اللي بيتكلم ده بيقعد ورا وبيقعد شوف احنا بنسال. طب اساليني انا معلش بس عشان ديسكربشن. طيب نيجي على الجميلة المميزة الكريبتوكوكس نيوفيمانس. هل حد هنا عنده مشكلة في السلايد؟ هل شفتوا الشكل ده قبل كده؟ لو جات لوكو دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ كريبتوكوكس نيوفيمانس. طيب الكريبتوكوكس نيوفيمانس دي احنا بنصبغها بايه؟ اكسلنت، بالانديا انك ستين. لما باجي ازرعها بزرعها على ايه؟ حد عارف؟ حد فاكر؟ حد شايف؟ حد صاحي؟ السابرو ديكستروز اجار. السابرو ديكستروز اجار بلاقي ايه؟ ميوكويد كده او وايتش كريمي كولونز. تمام يا شباب؟ اوكي صباح الخير. شباب ركزوا معايا دقيقه كده. الكريبتوكوكس نيوفيمانس بتعمل كرونيك مينينجايتس، كرونيك مينينجايتس تمام، مش بتعمل اكيوت فورم. تمام اكتبوا بس الحته دي. الكريبتوكوكس نيوفيمانس بتعمل كرونيك مينينجايتس. تمام، والنيسيريا، النيسيريا من الجيبيدس يا شباب. لا ابيديميك سيريبرو سباينال من الجويتس، يعني عشان تاخد بس الفوت او النيسيريا من الجيبيدس. اوكي يعني تحدد لي الكريبتوكوكس كرونيك، كرونيك كرونيك. اكتب عايز اعمل ايه فيسبوك ماشي كرونيك من الجويتس ماشي، لكن المينينجيتيدس ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس. كلام الدكتوره نهى مهم يا اولاد، يعني عشان بس ماشي علشان يعني تفرق يعني ما بينهم في الامتحان. ما تكتبيش مينينجايتس كده خلاص في الامتحان. لو ادالك النايزيريا مينينجايتس وحضرتك كنت كاتب مينينجايتس، ده مش اجابه، لان اي بكتيريا تقدر تعمل المرض ده. لكن في مرض متخصص للنايزيريا مينينجايتس هو الحمى الشوكيه، لو ابيديميك سيريبرو سباينال مينينجايتس دي حاجه خاصه. كريبتوكوكس is the same، ده مرض برضو متخصص ليها هو chronic meningitis. ما ينفعش تكتب كلمة meningitis وقتها مش هتحسبها. احنا بنأكد على الكلام ده عشان تكون فيه ماشي يا شباب. وقلنا الـ special stain بتاعتها ايه؟ الانديا ايه؟
والسبيشال كالتشر ميديا او سبيسيفيك او سيلكتيف سبارود اكسبوز ابورد. تمام كده؟ كده السي ام اس كمان خلص. ندخل بقى على ريبرودكتيف. لو في حد مش مسجل ريبرودكتيف دي مش عارف. طيب طب ده ممكن اسم السودوموناس دول بقى مانجيت بتاعته كده يعني ولا لهم برضه حاجه مختلفه؟ لا مش يعني اكتب لي اول واحد خالص احنا ليها النومني ليها الثلاثه احنا قلناهم صح؟ النومونيا ومانجيت فلين ابسس. نومني كان نيجي على الريبرودكتيف. اوكي يا شباب دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي سواب. اوكي دي بعمل بيها ايه؟ باخد سواب، باخد عينه. باخد عينه من ايه؟ ماشي، بس لما احنا بنتكلم على ريبرودكتيف ماشي، فهياخد على حسب الكومبلين. اوكي يعني مثلا حد هيشتكي سواء ميل او سواء فيميل، احنا شاكين ان هو عنده ايه جينيتال تراكت انفكشن. اوكي لو في ديسشارج باخد سواب من الديسشارج او باخد سواب من السيرفكس اللي هو عنق الرحم عند الايه الفيميل. تمام يا شباب؟ اوكي طيب دي النيسيريا جونوري از جرام بوزيتيف اور نيجاتيف؟ نيجاتيف. تمام كده. وبرده بتكبر على الشوكليت اجار. اوكي شايفين ولا ايه؟ برضو بتكبر على شوكليت اجار وبرضو بزرعها على ايه؟ الثيرمو. اوكي طيب نيجي على البايوكيميكال رياكشنز. انتوا بقى اللي هتقولوا لي لاكتوز فيرمنتد معطول السكر اسمه نون لاكتوز فيرمنتنج اور سوري جلوكوز فيرمنتنج اور نوت فيرمنتنج والمالتوز سكروز اوكسيديز. حد عنده اي سؤال فيها؟ تاني يا دكتور الثلاثة قول لي انت. طيب هنا جلوكوز فيرمنتيشن اور نوت بوزيتيف؟ قول. جلوكوز فيرمنتيشن بتعمل فيرمنتيشن ولا لا؟ ايوه بوزيتيف. لا انت بتعملي ايه؟ تلخبطي. انا لخبطت عكست. لا هو طبيعي يبقى لونه هو بينك. تمام ماشي. لما البي اتش بتتغير وبيحصل فيرمنتيشن وبتعمل برودكشن للاسيد تمام، يبقى ده بيبقى ايه؟ يبقى حصل فيرمنتيشن عشان كده لما تحول ايه يلا يبقى هي جلوكوز فيرمنتنج اور نوت. طيب والمالتوز سكروز الاوكسيديز ماشي يا شباب. على التريبونيما بالدر نيجي على التريبونيما بالدر. طبعا النيسيريا يا جماعه جونوري بتعمل ديزيز اسمه ايه؟ جونوري اسمها. طيب نيجي على التريبونيما بالدر. التريبونيما فاليدم دي يا جماعه نوع من السبايروكيتس. انا لما باجي ابص عليها بالمايكروسكوب بصبغها سبيشال ستين اسمها ايه؟ فونتانا ستين. التريبونيما فاليدم دي بتعمل لي سيكشوال ترانسميتد ديزيز اشهره اللي هو اسمه ايه؟ سيفلس. السيفلس. تمام كده. لما باجي ابص عليها عشان اشوف الموتيليتي لانستيند فيلم. انستيند فيلم ليه؟ عشان اشوف الموتيليتي. اوكي بستخدم مايكروسكوب اسمه ايه؟ دارك جراوند مايكروسكوب. يبقى انا بستخدم دارك جراوند مايكروسكوب عشان اعمل ايه؟ الموتيليتي اوف ايه؟ سبايروكيتس او التريبونيما باليدم. طيب المايكروسكوب ده ايه يا شباب؟ اميون فلوريسنس. بستخدمه ليه؟ عشان اشوف الموتيليتي اشوفها. عشان تشوف ايه بالظبط؟ السبايروكيتس بالظبط. انت قلت ايه؟ لا يعني ماشي يعني غير السبايروكيتس عايز تشوف ايه؟ والانتي بوديز. تمام كده؟ طيب يبقى قلنا السبيشال ستين اسمها ايه؟ سبيشال ستين اسمها ايه يا شباب؟ اسمها ايه؟ كونتين. انا سمعتها جرام كنت هزعل قوي. والديزيز اللي بتعمله؟ سيفلس. دكتور يعني ثاني الايه ده الشانكر؟ نعم يعني الايمينو فيرسن بيستخدمها عشان نشوف ايه بالظبط؟ علشان تشوف الانتي بوديز. اه دكتور ما هو اول سلايد كانت باللايت مايكروسكوب فونتانا. اللايت العاديه الاوردينري مايكروسكوب بستخدم فيه فونتانا ستين. لما عاوز اشوف الموتيليتي بتاعتها مش هصبغها علشان ما تموتش،
فبستخدم ايه ساعتها الدارك جراوند مايكروسكوب علشان ده عشان السبايرال كيس دي فيري ديليكيت اوكي فانا ببقى عايزه باك جراوند تحتي كده تبقى غامقه علشان تديني فيجوال اكتيفيتي كويسه او اكيرسي كويسه تمام كده ده انا لو هشوف موتيليتي هستخدم ايه دارك فيلد اوكي لو هصبغها هصبغها بصبغه اسمها ايه وهشوفها بايه ولكن لو عايزه بقى اميونولوجي اشوف الانتي بوديز استخدم ايه الاميونولوجي تمام كده والديزيز اللي بتعمله قلنا اسمه ايه تمام ده ايه يا شباب الو ده ايه يا مش ركزين ليه ايه تلعبوا لا مش ماشي يا شباب طيب نيجي على الستريبتوكوكس بايوجينز فاكرين يا جماعه آه لما قلت لكم ان الستاف ارينجد ان ايه جروب شكلها عامل زي ايه جريب لايك ابييرنس او على ايد العنب الستريبتوكوكس دي اللي هي البكتيريا السبحيه ليه لان هي شكلها بيبقى عامل زي السبحه كده ماشي السبحه اللي مش بتفرق ايدينا ماشي وهي جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان ايه لونج تشينز اوكي مين اللي كانت شورت تشينز طيب دي ستريبتوكوكس بايجينز برده بس ان باس محدش يشوف اللون البينك ده يا جماعه فيقول دي جرام نيجاتيف اوكي لا دي باس سيلز تمام انت اللي ليك اللي هي دي اللي هم النقط الصغنونه اللي هي ارينجد ان ايه تشينز دي الايفكت بتاعها على البلاد اجار بيتا هيموليسيس ايه اشهر حاجه الستريبتوكوكس بايجينز تعملها ايه اشهر ديزيز هي بتعمله شكرا بالضبط كده بتعمل تونسلايتس او فارنجايتس وطبعا بيبقى فيه باس يعني مينج لان هي بايوجينز بايو يعني ايه باس بتعمل تونسلايتس او فارنجايتس فارنج تونسلايتس ماشي كده يا شباب ده اشهر حاجه هي بتعملها طيب نيجي على الستاف اوريس بصوا يا شباب دي ستاف اوريس ان باس يعني ده خلاص يعني دي انفكشن اوكي وانا عندي هنا باس سيلز اوكي اشهر حاجه الستاف اوريس بتعملها ايه البايوجينيك سكين انفكشنز اللي هي ايه البايوجينيك سكين انفكشنز الخراريج الابسس او الدرينال الفرانكل البويلز الكربونكل ماشي الو طيب واحنا قلنا في الاول خالص ان الستاف الستافيلوكوكاي عامه او الستاف اوريس عامه سوري بتبقى كاتاليز بوزيتيف وكواجليز بوزيتيف تمام كده طيب الايفكت على البلاد اجار بتعملي بيتا هيموليسيس وبشوفها على المانيتول سولت اجار بتديني جولدن يلو جولدن يلو بيجمنتس بصوا يا شباب عارفين البيريودك تيبل عارفينه بالظبط الاي يو في البريودك تيبل دي كانت ايه جولد بالظبط كده فهي الستاف اتسمت كده علشان لما باجي ازرعها على المانيتول سولت اجار بتديني جولدن يلو بيجمنت يعني بيحصل جروس اوكي وبتعملي جولدن يلو ايه كولونيز حد فاهم حاجه دكتور كان في اجار ثاني فكونكي كان فيه جزء اللي هو البينك ماشي لما قالها هتبقى صوره اوضح شبهه او ايه فرق بينهم كان في مكونجي اجار ماشي لما تيجي هنجيب لك واحد واضح هنجيب لك واحد واضح عشان هما كده الاثنين بقوا شبه بعض صح ما انا عارفه فاهميكي بس انا هجيب لك بس ده اوضح يعني بس انا هجيب لك حاجه هتبقى واضح مش هتبقى واضح ماشي حد عنده سؤال يا شباب نايمين ولا صاحيين طيب نيجي على اخر حاجه عندي الكولستريديان بيرفرنجز بصوا يا شباب قولوا لي بقى انتوا دي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف بس اللاي او كوكاي شكرا بصي يا شباب الكلوستريديان بيرفرنجز دي انايروبيك اورجانيزم يعني ايه انايروب يعني بتكبر في وجود الاكسجين ولا في اللاك اوف اكسجين فهل هستخدم لها سبيسيفيك كلتشر ميديا اللي هي ايه روبرتسون كوفد ميت اوكي بتكبر في انايروبيكلي اور ايروبيكلي طيب شايفين اللون الاسود ده ده لان هي عندها بروتيلاتيك اكتيفيتي البروتيلاتيك اكتيفيتي دي انها بتكسر كده المنسد ميت اللي موجوده دي وبتعمل لي برودكشن لاسيد وبعد كده اللون بيسود كده زي ما انتم شايفين بتعمل عفن زي عفن ايه يا شباب معلش الثاني اسمه
روبرتسون كوكد ميت مش مكتوبه ار سي ام روبرتسون كوكد ميت ده لما يسالني عن المتاع اقول له ميت الناس بيقول لي لما يسالني عليه اقول له ايه بالظبط لا يعني انا مثلا لو قلت لك الصوره دي انت هتقول لي دي ايه في الايدنتيفاير طيب لو قلت لك ايه هي السيلكتيف كالتشر ميديا بتاعتها هتقول لي ايه كوكد ميت وطبعا انت بقى لو عايز تاخد الفول مارك تقول لي هي بتعمل ايه انها عندها بروتيلاتيك اكتيفيتي وتقول لي انها كالتيفيتد انيروبيكلي ماشي فاكالتيف ولا انيروبيك فاكالتيف انيروبيك ولا انيروبيك ده بقى عامل ايه فيسبوك يعني انا مش هاجي اقول لك اكيد اوبليجيت او فاكالتي يعني انت تقول لي انها انيروبيك طيب نيجي على الستور فيرمنتيشن بصوا يا شباب ده ليتمس ميلك اوكي انا لما باجي احط فيه سامبل بيكون فيها كلوستريديوم بيور فرينجز هي بتعمل لي برودكشن لاسيد وبتعمل لي كلوتينج كده اوكي فتعمل لي اللي هو الفوران اللي انتم شايفينه ده برودكشن اوف اسيد يعني حد شايفه طيب يبقى ده اسمه ايه يعني لو قلت لك الصوره دي هتقول لي ايه اللي موجود فيها ستورمي فيرمنتيشن برودوسد باي كلوستريديوم ايه الو تمام بيتا هيمولايسيس اون ذا بلاد ابور ده الايفكت بتاعه دكتور كان الستورمي فيرمنتيشن ده على ايه الليتمس ميل على الليتمس ميل تمام طيب حد عنده اي سؤال دكتور قول ايه يا حبيبي مظبوط ولا بعته تمام مش سامعه والله الستورمي فيرمنتيشن على ايه على الليتمس ميل تمام خلاص يا شباب خلصت